مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. لدينا في هذا الفيديو مجموعة كلمات متشابهة في النطق. هذه الكلمات يطلق عليها اسم homophones. homophones. أوكي؟ فلنبدأ بأول كلمتين متشابهتين في النطق وليس في المعنى. لدينا هذه الكلمتين allowed. allowed. فهذه الكلمتين متشابهتان في النطق وليس في المعنى. allowed تكتب على هذا الشكل فهي تعني سمح بي. أوكي؟ allowed بهذا الشكل تعني بصوت مرتفع والنطق واحد. allowed 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 allowed. أوكي؟ أرجو منكم أن تعيدوا معي هذه الكلمات كي تترسخ في أذهانكم. allowed سمح بي. allowed بصوت مرتفع. allowed allowed. لدينا هذه الكلمتين أيضا لهما نفس النطق. ate أكل. ate ثمانية. ate هي الماضي لفعل eat. ate ate أكل تكتب على هذا الشكل ate ate. ولدينا أيضا ate ate ثمانية. ate ate ثمانية. أوكي؟ ate 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 ate. لدينا هذه الكلمتين assent assent موافقة وأيضا assent assent صعود وتكتب على هذا الشكل assent assent. أوكي؟ assent موافقة assent صعود assent 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 assent. لدينا ball 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 على هذا الشكل تعني كرة. ball على هذا الشكل تعني صرخة. أوكي؟ ball ball لهما نفس النطق ولكن المعنى مختلف. ball 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 تعني صرخة. ball تعني كرة. لدينا board 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 بهذا الشكل تعني ضجرة. board بهذا الشكل تعني سبورة. أوكي؟ board board. أوكي؟ board تعني ضجرة. board تعني سبورة. board 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 board. لدينا هنا هاتان الكلمتان weather weather weather. الأولى تعني ما إذا أو سواء. weather الثانية تعني الطقس. weather weather هناك اختلاف في الكتابة. weather weather ما إذا أو سواء. أوكي؟ أرجو منكم أن تعيدوا معي هذه الكلمات weather weather. لدينا هنا be 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 هي فعل يكون. be تعني نحلة. لهما نفس النطق ولكن المعنى يختلف والكتابة تختلف. be be. أوكي؟ be يكون. be نحلة. be be.
build 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 الأولى تعني فاتورة، build الثانية تعني يبني. build build لهما نفس النطق، المعنى يختلف والكتابة تختلف. build 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 فاتورة، build يبني، build فاتورة، build يبني. course 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 الأولى تعني خشن، course الثانية تعني دورة. course 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 خشن، course دورة. cancel 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 الأولى تعني مجلس، cancel الثانية تعني ينصح. cancel مجلس، cancel ينصح. هناك فرق فقط في الكتابة، cancel cancel مجلس ينصح. dear الأيل، dear عزيزي أو عزيزتي. dear 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 okay dear تعني الأيل، dear تعني عزيزي أو عزيزتي. dear dear die 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 تعني يموت. die يصبغ. die die okay die تعني يموت، die يصبغ. ولهما نفس النطق، die die. dual مزدوج، dual مبارزة. dual dual مزدوج مبارزة. dual مزدوج، dual مبارزة. okay لهما نفس النطق، dual dual. لدينا أيضا flee flee تعني البرغوت، و flee flee يهرب. flee 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 flee. إلى هنا مشاهدينا انتهى هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو الضغط على زر لايك وأيضا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.